بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر، لا يغيب عن سمعه وبصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، يسمع أنين المضطر ويرى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فابتنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى، ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. وأصلي وأسلم على رسول الله سيد الناس عربا وعجما المبعوث في أم القرى، فصلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا، وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مراء، وعلى عمر الذي أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونا، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي أسد الشرى ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا، وعلى جميع الأهل والآل والأتباع والأصحاب ما تعاقب صبح وسما. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا. يا رب صل على النبي المصطفى ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الجنة مع سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم أمين. الموضوع اللي هنتحدث فيه اليوم إن شاء الله كما وزع عليكم وكما تعلمون هو بحث فقه الجهاد. طبعا أنتم تعلمون أن الدعوة السلفية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي علمائها ومشايخها، لها اهتمام خاص بأمر القضايا الفكرية أو ما يسمى بالقضايا المنهجية، وهذا أمر أحدث فارقا كبيرا بين الدعوة السلفية وبين غيرها من الدعوات أو الأفراد الدعاء إلى الله، أن كثير من الإخوة الكرام لا يعرفون أو لا يتناولون المسائل الهامة في الساحة الإسلامية بالبحث والتدريس، وهو ده اللي احنا بنعنيه بقضية أو مسألة القضايا الفكرية. كتير من الإخوة ممكن يقول هو إيه موضوع القضايا الفكرية ده؟ يعني إحنا مثلا بنقرأ في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في التفسير، في العقيدة، هذه أبواب من العلوم نعرفها، إيه موضوع القضايا الفكرية أو القضايا المنهجية؟ موضوع القضايا الفكرية والقضايا المنهجية باختصار شديد دي مسائل من مسائل الدين، سواء في الفقه أو الأصول أو أي مسألة من مسائل الدين حدث فيها خلل عند بعض الاتجاهات الإسلامية مما اضطر إلى إفرادها بالبحث والتدريس. أعيد عليك التعريف ده تاني، بقول لك القضايا الفكرية دي ما هي إلا مسائل من مسائل الدين، فقهية أو عقدية أو أصولية، حدث فيها خلل عند بعض الاتجاهات الإسلامية المعاصرة أو القديمة مما اضطر إلى إفرادها بالبحث والتدريس. ودعني أضرب لك مثال حتى يتضح الكلام. البحث اللي احنا هنتناوله بالشرح الآن قضية الجهاد. مسألة الجهاد إلى أي أبواب الدين تنتمي أيها الإخوة الكرام؟ يعني مسألة الجهاد دي لو أنا عاوز أتعلمها أجيبها من كتب العقيدة ولا الأصول ولا الفقه؟ الفقه. يعني احنا الوقت هندرس فقه؟ هندرس فقه، بس مش هندرسه بالطريقة المعتادة اللي انت بتدرسها. انا مش هتعامل مع مسألة الجهاد الان على ان هي مسألة فقهية وفقط، لا، المسألة دي
كتير من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة أتت باللي موجود في كتب الفقه وأسقطت هذه الأحكام على الواقع إسقاطات خاطئة. أنتوا معايا كده؟ وهو ده اللي احنا بنسميه قضية إيه؟ قضية فكرية. احنا بقى برضو هنجيب الكلام اللي موجود في كتب الفقه ده ونرى كيف يسقط أو كيف تسقط هذه الأحكام على الواقع الذي نعيشه. وده بقى سائر قضايا الفكرية كده: الإيمان والكفر، عقيدة، العذر بالجهل من مسائل العقيدة، العمل الجماعي من مسائل الفقه، فقه الخلاف من مسائل الأصول، وهكذا. هتجد هي مسألة من مسائل الدين، بس احنا محتاجين ان احنا ندرسها بطريقة كيف نطبق هذا الذي نقرأه في كتب العلماء على هذا الواقع الذي نعيشه. طبعا قضية فقه الجهاد قضية من أهم القضايا اللي حدث فيها خلل شديد عند بعض الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، وده مش حديثي الآن، مش حديثي إن أنا أتكلم عن هذه الجماعات أو هذه الطوائف أو هؤلاء الأفراد، سواء المسمون بجماعة الجهاد المصرية القديمة اللي وصلت لتنظيم القاعدة الحالي أو الجماعة الإسلامية، أيا كان مش هتكلم الوقت عن مين اللي حصل عنده الخلل، لكن أنا أقول فين الخلل بغض النظر عمن أصابه ذلك العطب أو الخلل. سمعتم في كلام فضيلة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله وهو بيقول إن البحث ده علشان إحنا نستطيع إن إحنا نتناوله ممكن يحتاج 10 أيام. طب ما إحنا نعمل إيه في الـ3 ساعات المقبلين دول؟ أنا أول حاجة هعملها الآن هضع لك عناصر البحث، ودي أول نقطة محتاج الإخوة تركز فيها، لأن إحنا بطريقة العنصرة ديت هتوفر علينا كتير جدا من الفهم والوقت. فياريت تكتبوا خلفي كده معايا العناصر، بحيث ان انا اقول لكم والله احنا هنتناول في اللقاء ده العنصر الفلاني والفلاني والفلاني، تبقى حضرتك فاهم ان انت تم دراسة هذه العناصر من البحث، ومتبقي لحضرتك العناصر الفلانية تسمعها في الأشرطة او تحضرها في دورة تانية او اي وسيلة اخرى. خلاص كده البحث اللي في بين ايدينا ده يا اخوة بيتناول 16 عنصر. 1 المقدمة، 2 فضل الجهاد، 1 المقدمة، 2 فضل الجهاد، 3 معناه ومراتبه وفائدة تعدد هذه المراتب، العنصر الثالث معناه أي معنى الجهاد ومراتبه وفائدة تعدد هذه المراتب. ايه الفايدة اللي هتعود علينا النهاردة من ان احنا نعرف مراتب الجهاد اللي هي قضية اولويات العمل الاسلامي. العنصر رقم 4 مراحل تشريع الجهاد، مراحل تشريع الجهاد. العنصر رقم 5 هل في هذه المراحل نسخ ام يعمل بها عند الحاجة؟ العنصر اللي قبله اللي هي المراحل دي، العنصر رقم 5 مرتبط برقم 4، المراحل اللي احنا هنتناولها الآن هل في هذه المراحل نسخ أم يعمل بها عند الحاجة؟ العنصر رقم 5، 6 حكم الجهاد، حكم الجهاد. العنصر رقم 7 العجز في الجهاد، العجز في الجهاد، قضية العجز سواء حسي أو معنوي هنتناولها إن شاء الله. العنصر رقم 8 الإمام والجهاد، الإمام والجهاد، هل يشترط وجود الإمام لقيام الجهاد؟ هو ده العنصر اللي تكتبه، هل يشترط وجود الإمام لقيام الجهاد أم لا؟ العنصر رقم 9 الأرض والجهاد، هل يشترط انفراد المسلمين بأرض للانطلاق للجهاد أم لا؟ باختصار الحديث عن الأرض والجهاد، هل يشترط انفراد المسلمين بأرض للانطلاق للجهاد أم لا؟ طب لاحظ الكام عنصر اللي فاتوا دول كلهم أسئلة، صح ولا لا؟ من أول العنصر رقم 5
هل في هذه المراحل نسخ أم يعمل بها عند الحاجة؟ صح كده؟ العنصر رقم 7، أنا قلت لك العجز في الجهاد، ممكن تكتب السؤال، هل يقتصر، ده العنصر رقم 7 اللي هو عنصر العجز، هل يقتصر العجز في الجهاد على العجز الحسي فقط أم العجز المعنوي معتبر؟ أعيد السؤال مرة أخرى، العنصر رقم 7 اللي هو العجز والجهاد، هل يشترط، هل يقتصر العجز في الجهاد على العجز الحسي فقط أم العجز المعنوي معتبر؟ دي 4 أسئلة عاوزين نجاوبهم إن شاء الله. العنصر رقم 10، ركز بس، العنصر ده في غاية الأهمية. أنا رقم 9 كان الكلام عن الأرض، طب رقم 10، أصناف من يقاتلون وصفة قتالهم، أصناف من يقاتلون وصفة قتالهم. العنصر رقم 11، العمليات الاستشهادية وحكمها. العنصر رقم 12، العهود في الجهاد، البحث اللي الدكتور ياسر أشار إليه الآن. العنصر رقم 13، مسألة التترس، من أشهر مسائل بحث الجهاد مسألة التترس، مسألة مشهورة اللي جميع الجماعات الجهادية بتعتمد عليها فيما تقوم به من عمليات في الكفار أو المسلمين لو قتلوا، ترس، سنتناولها بالتفصيل لأنها من أخطر مسائل البحث. العنصر رقم 14، بعض أحكام أهل الذمة، مش كل الأحكام طبعا، اللي متعلق منها بالجهاد. العنصر الأخير، مسألة الديار، دار كفر أم ديار إسلام، وهو عنصر له صلة بالجهاد أيضا. في عنصر أنا دخلتهم في بعض، أنا فاكر كويس، اللي هو صفة القتال. كده احنا كتبتوا انتوا حضراتكم كم عنصر الان؟ نروح بقى، دي العناصر بس، دي الايه؟ دي العناصر. واضح طبعا من العناصر اللي ذكرناها ان البحث صغير ولا طويل؟ لا طويل، طويل في الحقيقة. طب احنا هنعمل ايه في الساعات القادمة، الكام ساعة اللي جايين دول؟ اللي انا هعمله ان انا هنتقي بعض العناصر المهمة نتناولها في هذه الدورة، وإن شاء الله لو في دورة أخرى يتم تناول بقية العناصر. خلاص كده؟ وأنا يعني في عناصر بسيطة لا تحتاج لكثير من الكلام، منها أول عنصر اللي هو عنصر المقدمة، مقدمة البحث. طبعا أنا لما أجي أتناول مع حضراتكم العناصر عشان تبقوا عارفين إحنا هنمشي إزاي في الكلام، مش هتناول الكلام اللي قدامي ده بالتفصيل لان مفيش مقام لهذا، لكن انا هجيب لك العنصر واذكر لك الخلاصة واتي باهم نقل او نقلين في البحث. طبعا المشايخ لما بيجي يكتبوا في المسألة ممكن يجيب في النقطة الواحدة 10 نقلات لتوطيد البحث، ولانه بحث بتجد في تشابه في هذه النقلات، بتجد منها نقل او اتنين بيبقوا هم اللي عليهم الايه التركيز. فده اللي احنا هنعمله، هنجيب العنصر ونقول لك ايه المقصود من العنصر ده، خلاص كده، وناخد اهم ما في هذا العنصر. عنصر المقدمة خلاصته يتكلم عن اهمية الجهاد في سبيل الله، وهي تذكرة، ولا اتصور احد من الاخوة الحاضرين او احد من المسلمين لا يرى اهمية للجهاد في سبيل الله. يكفي ان نعلم ان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، يكفي أن نعلم أن الجهاد في سبيل الله هو
به عز هذه الأمة وتمكينها. ولذلك الحديث رواه البخاري ومسلم اللي موجود عندكم في البحث: لا تزال عصابة المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وهذا الحديث بيفيد عدة فوائد. واحد أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقد يغيب في أرض لكنه لا يغيب من جميع بلاد المسلمين. دي الفائدة الأولى. الفائدة الأولى من هذا الحديث: لا تزال عبارة لا تزال تفيد أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة وباق في هذه الأمة، مهما فعل أعداؤها ما فعلوا ومهما صنعوا ومكروا وخططوا ودبروا فالجهاد باق. لكن هو باق في الأرض كلها ولا ممكن يغيب في أرض ويكون في أرض أخرى؟ هو ده معنى الحديث. هو ممكن يغيب في أرض لكن لا يغيب من الأرض بالإيه؟ بالكلية. وضح المعنى ده؟ تاني فائدة من الحديث: لا تزال عصابة. توقف عند هذه اللفظة. نتوقفنا مع اللفظة الأولى في الحديث اللي هي لفظة إيه؟ لا تزال. طب اللفظة الأخرى عصابة، لابد أن أتوقف عند هذه اللفظة للأسف، لأن البعض يطلق أشياء ورب الشباب عليها وهي خاطئة. إذا تناولت القرآن والسنة ستجدوها كذلك. صار المذموم عند كثير من الناس الآن ويرددون دائما التعصب التعصب التعصب، صح كده؟ لا، أنا عاوزك تأخذ فايدة من الحديث ده، أن التعصب لفظة تمدح وتذم، ليست مذمومة على الإطلاق كما يروج البعض. فهذا الحديث يفيد أن هناك عصابة على الحق. فالعلماء بيقولوا دي من الألفاظ المشتركة. يعني أنت ممكن تكون متعصب للحق تبقى ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. وممكن تكون متعصب للباطل تبقى ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. وصلت المعنى ولا ما وصلش؟ تعرفين دي زي ايه كده بالضبط؟ زي لفظة الإرهاب. هذه اللفظة حينما استعملت في كتاب الله كانت ممدوحة أم مذمومة؟ والناس يستعملونها في المدح أم الذم؟ في الذم. شفت اللي حصل؟ فاللفظة دي لفظة مشتركة. لو هترهب المسلمين لا، يبقى أمر مذموم. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ترويع المؤمن. اللفظة اللي الإخوة الناس بتهزر مع بعضها يقول له بخ، عارف دي؟ لو خضيت أخوك أو حصل له جزع ده حرام عليك. فلو هترهب المسلمين حرام، لكن لو هنرهب أعداء الله سبحانه وتعالى هذا أمر ممدوح أم غير ممدوح؟ ده ربنا قال كده ترهبون به. دي أيضا مثل لفظة الحزب والحزبية. عندنا اللفظة في القرآن حزب الله وأيضا حزب الشيطان، فاللفظة جت ممدوحة وأتت أيضا إيه؟ مذمومة. انتوا الالفاظ دي بيكسر استعمالها في المدح ولا في الذم؟ يقول لك دول حزبيين. طب افرض حزبيين لله، يعني افرض الناس ديت متعصبه لله متعصبه للحق. لا، فاللي نزمه تعصب على الباطل، اللي نزمه التحزب على الباطل، اللي نزمه ارهاب المسلمين. اما التعصب على الحق والتحزب على الحق وارهاب الكفار ذاك امر مدحه الله ومدحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودي تاني فايدة من الحديث اللي أمامنا: لا تزال عصابة المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. يقول: وكذلك تحتل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها، وتصور الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة لهذه القضية وتطبيقها في الواقع، مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين مرجح لبعض الصور ومانع منها. ولا شك أنه يلزم المسلم أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير، حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ضنا بدنياه وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر، وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعها. هذه الفقرة من البحث فيها طرفين ووسط.
ايه الطرفين؟ في طرف انسان بيترك الجهاد من اجل الملذات والدنيا وكذا وكذا، وطرف تاني بيدعي ان هو بيجاهد في سبيل الله مع انه سلك الطريق الخاطئ. هم الخوارج لما قاموا على علي بن ابي طالب كانوا بيقولوا ايه؟ ان الحكم الا لله، وكانوا يظنون انهم يجاهدون لينصروا الحق، فسلكوا طريقا خاطئا. وده اللي احنا شايفينه في الواقع ايضا، سيبك بقى من الخوارج بتوع ايام زمان، خلينا في الواقع المعاصر. تجد بعض الناس بيسلك مسلك بيظن ان هو الجهاد في سبيل الله، وتكتشف بعد فترة ان هذا المسلك ليس مسلكا صحيحا بسبب غياب العلم الشرعي. هو ده اللي بيخلينا نهتم بهذه القضية. العنصر الثاني فضل الجهاد في سبيل الله، كما ذكرت انا اختصر من اجل الوقت، وهي عناصر سلسة بسيطة في الاول. الوسط اللي احنا هنشرحه الان ان شاء الله، جزاك الله خيرا، الوسط اللي احنا هنشرحه الان ان شاء الله، ان الانسان يكون فاهم احكام الجهاد فهما جيدا ويطبقها تطبيقا جيدا، اللي احنا بنحاول نصل اليه باذن الله. فضل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة. الايات والاحاديث في هذا الباب تأخذ القلب الى الله اخذا، وسأأخذ آية واحدة من هذه الايات وحديث، واطالب الاخوة ونفسي قبلهم بأن يراجعوا هذه الآيات وهذه الأحاديث في مواطنها. والله آيات تأخذ القلب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية وما فيها من فوائد عظيمة تعود على الإنسان. الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة الكرام تجارة مع الله سبحانه وتعالى، يقدم الإنسان فيها نفسه وماله وجهده ووقته ليرضى الله سبحانه وتعالى عنه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله اشترى، وتأمل هذه الآية، إن الله اشترى، يعني إذا صحت اللفظة ولا يصح اسما لله، من الذي يشتري الآن؟ من الذي يشتري؟ الله سبحانه وتعالى. طب من البائع؟ من البائع؟ أنا وأنت. أين السلعة؟ أين السلعة؟ هي النفس. طب أنا الوقت لما بنزل السوق واشتري بروح أدور عند ده وأدور عند ده وأدور عند ده علشان أنتقي إيه؟ أفضل الإيه؟ السلع. بتسيب ده وتروح لأن سلعته إيه؟ ولله المثل الأعلى. نحن نعرض نفوسنا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يختار من بين هذه النفوس أصحها وأنفسها وأزكاها وأتقاها. فالإنسان يعلم أن الجهاد في سبيل الله به هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، تجارة تنجي الإنسان من العذاب الأليم، تجارة تغفر لك الذنوب. اسمع لهذا الحديث، ولديك أحاديث كثيرة في البحث، لكن دعنا ننتقي هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم وروى البخاري بعضه: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. اسمع بقى الكلمة دي: والذي نفس محمد بيده ما من كلم أو كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. هنشرح العبارة دي إن شاء الله في حكم الجهاد، إن هو تخوف إن الناس تفهم إن الجهاد إيه على طول الخط، فرض إيه؟ فرض عين. خلاص، لان هيبقى في فرض كفايه وفرض فرض عين. ولكن لا اجد سعه ويشق علي، ولكن لا اجد سعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. هذه امنيه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكررها في هذا الحديث 3 مرات. يتمنى أن يغزو في سبيل الله ويقتل، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
قد تظن أنه لا يحتاج للشهادة في سبيل الله ويتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله فيقتل ثم يغزو فيقتل ثم يغزو فيقتل، وما يدل هذا إلا على فضل الجهاد. الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وذروة السنام معناها الجمل لما بتلاقيه أمامك أعلى منطقة فيه اللي هي عند جبهته بتسمى ذروته، أو ما بتبص على الجمل بتجد عليه حاجة زي الهرم كده خلاص بيسموها سنام الإيه؟ سنام الجمل. أعلى منطقة فيه هي دي الإيه؟ ذروة السنام. كأن النبي عليه السلام بيقول إن الإسلام له قوائم زي قوائم الجمل، ها؟ اللي هي الإيه؟ اللي هي المباني الأربعة بعد الشهادة، الصلاة والزكاة والصيام والإيه؟ والحج، خلاص كده؟ دي قوائم الإسلام، وفي واجبات، دي أركان، في واجبات. أعلى شيء في هذه الواجبات هو الإيه؟ هو الجهاد في سبيل الله، وما يدل هذا إلا على فضل الجهاد في سبيل الله. وكما ذكرت أنا يعني أنصح نفسي وإخواني بمراجعة هذه الأشياء، والعلماء من السلف الكرام لهم كتب كاملة تتحدث عن فضل الجهاد. ويرحم الله الحسن البصري يوم أن قال: إن لكل طريق مختصر، ومختصر طريق الجنة الجهاد. يريد تكتب الكلمة دي. قال الحسن البصري رحمه الله: إن لكل طريق مختصر، ومختصر طريق الجنة الجهاد. قال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ما من أعمال البر أفضل منه. وقال: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. السبيل يعني الجهاد. أيضا من فضيلة الجهاد أن حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. والواحد بيجي ينظر في أحوالنا وينظر لأحوال الصحابة الكرام يتعجب. الصحابة الكرام أيها الإخوة في غزو التبوك حينما لم يجدوا بعضهم زادا وراحلة يذهب بها للجهاد في سبيل الله بكى على نفسه، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في كتابه تحكي هذا المشهد الإيماني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الصحابة كانوا بيبكوا لأنهم لم يتمكنوا من الجهاد في سبيل الله. والناس اليوم يبكون ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن باب الجهاد مغلق. يعني هو قد يفرح البعض أو الناس تهرب تبكي على الدنيا وعلى الملذات وعلى الزوجات، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوا ما يجاهدوا به في سبيل الله، امتنعوا كما سنعرف بالتفصيل الآن. ما لم يجد الأهبة والزاد والراحلة، لم يجد إلا أن يبكي لأن الله سبحانه وتعالى لم ييسر له الأمر. وده المفترض يكون حالي وحالك. أنا عارف أن الواحد بيقول الأحاديث ديت والآيات، والبعض كان بيستدل بيها على أن الإنسان يكون صدامي، وما هي مثل هذه الآيات والأحاديث برضه اللي احنا بنذكرها دي هي اللي كانت بتستخدم على النص ربعة وفي غيرها من المواطن، أن الإنسان أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة إيه؟ الشهادة، صح كده ولا لأ؟ ما هو أنت الآيات والأحاديث ديت آيات عظيمة القدر، وكانت تقدم على إن أنت لأ، ما إحنا هي الآيات والأحاديث دي لها مسار هتمشي فيه، بس الإنسان لابد أن يعيش هذا المعنى الإيماني بضوابطه الشرعية. أنا رحت بقدر من الله سبحانه وتعالى في سجن الجهاديين سنة كاملة، أبو زعبل، اللي الناس لما يخافوا يقول له واحد يقول له إيه؟ فكنت أستغرب جداً إن ممكن واحد يقعد يبكي على نشيد، بيسمع نشيد جهادي تجده منفعل جدا وبإيه؟ منهمل. واحد استغرب إن بعض اللي يعني ولا يدري الأحكام، يعني هو ما هوش قادر يفهم متى تستخدم هذه الآية ومتى لا تستخدم. لكن أريد أن أخرج من هذه الآية، أنا أذكر هذا للضبط الفكري فقط، إن الإنسان لابد أن يحزن، يكون في داخله الحزن أن الله سبحانه وتعالى لم يهيئه بعد للجهاد في سبيل الله. ليس معنى ذلك أن أنت تعمل أي حاجة علشان تخرج من الإيه؟
من الحزن ده، لا انت لابد ان تنضبط بضوابط الشرع في النهايه. لكن هذا معنى ايماني. اذا عاوز تفهمه اكتر شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من جهز غازيا فقد غزا. يعني انت هتغزو بنفسك، طب مش قادر تغزو بنفسك تعمل ايه؟ تجهز غازي. طب مش قادر تجهز غازي، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد ايه؟ غزا. طب انا غزوتش بنفسي ولا جهزت غازي ولا كفلت اهله، مانيش في امكانياتي كل ده. لسه لك منزله، منزله عجيبه جدا. من سال الله الشهاده بصدق ها بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على ايه. بس فين بقى مين يجيب الصدق؟ كنا نتحدث عن حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق، وكنا نذكر اخواننا الكرام باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، من جهز غازيا ومن خلف غازيا في اهله بخير. وذكرنا ان اخر منزله من هذه المنازل ان الانسان يسال الله الشهاده بصدق. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النفاق. فأنت إذا مش قادر تغزو ها واجبك أن أنت تحدث نفسك بالإيه؟ بالغزو، تسأل الله الشهادة بصدق. حديث عند البخاري، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال لأصحابه، ودي بقى الأحاديث اللي بتجعل عند الإنسان ضبط فكري، يقول الرسول عليه السلام لأصحابه: والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. اسمع كده، ما سرتم مسيرا ولا ايه قطعتم واديا إلا وإخوان لكم ها شاركوكم الأجر حبسهم العذر. نعيد المعنى ده تاني. يعني تصور هو قاعد في المدينة، الشخص اللي راح يبكي على حاله لأنه مش وجد أهبة القتال، لم يجد المال اللي يعد نفسه ولا الراحلة، فجلس يبكي يتمنى أنه خرج للجهاد في سبيل الله. قاعد في المدينة يصلي ويصوم ولا يصيبه الحر ولا يصيبه المشقة في السفر ولا يصيبه الخوف ولا الفتنة ولا أي شيء، وفي نفس الوقت وصل بأجره بنيته لأجر ذلك المجاهد الذي خرج في سبيل الله. لا، الحديث ده لازم تقف عنده وتفهمه فهم جيد. كيف وصل هذا الجالس في مكانه في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج للجهاد في سبيل الله؟ كيف بلغ منزلة الذي سار واديا وجاهد في سبيل الله بإيه؟ بالنية. طبعا احنا بنقول كل الأحاديث ديت مش معناها ان الانسان هيقعد بقى ياكل ويشرب وكذا وكذا ونيته تكون ليس كل الناس هكذا، لكن احنا هنا بنفيد معنى خطير جدا في ضبط الامر ده، ان الانسان لو انه عاجز عن الجهاد في سبيل الله. انا بقول لك الكلام ده عشان تخرج من الازمه النفسيه والارهاب الفكري اللي البعض بيحطك فيه. يقول لك انا ما انجهدش في سبيل الله، نسيبهم يموتونا بقى. لا، احنا لابد نحيا كراما، ما ينفعش نحيا اذله. كلام جميل بيخلي الانسان ازاي ان انا اعمل كده. لا، انا لو التزمت بالشرع وحطيت الضوابط الشرعيه في كل مساله وعلم الله سبحانه وتعالى صدق نيتي وحسبتها الحسبه الشرعيه مش الحسبه العاطفيه الحماسيه، وحسبتها حسبه شرعيه دقيقه بكلام القران وبكلام السنه وباقوال العلماء، سأكون حينها قد حققت وفعلت ما أمرني الله سبحانه وتعالى به. طب وأمر الأجر؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأشياء تجعل من الإنسان إن هو يتضلع أكثر في فهم مسائل الجهاد والآيات والأحاديث. أتجاوز هذا العنصر وأدخل على العنصر رقم 3. خلي بالكم كل اللي كنا بنقوله دوت ما هو إلا إيه؟ يعني فاتح شهية. خلاص، عشان نبدأ ندخل بقى في العمق شوية. العنصر الثالث انتوا كاتبين عندكم ايه؟ معنى الجهاد وايه ومراتبه وفائدة تعدد هذه المراتب. على فكرة يعني هو ده العنصر اللي الدكتور ياسر كان بيقول لو الدكتور رمضان هيشرح في الثلاث ساعات دول المفترض يشرح
أولويات العمل الإسلامي، هو العنصر ده. يعني احنا واخدين اعتراف من الدكتور ياسر الآن ان العنصر ده محتاج كم ساعة؟ 3 ساعات. احنا هنقدمه لكم في قد ايه؟ لحد الإقامة ما تقوم، خلاص؟ فعاوزكم تصحصحوا معايا بقى، الله يبارك فيكم. ها، معنى الجهاد، دعني اختصر لك. الجهاد لغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الطاقة. الجهاد لغة مأخوذ من الايه؟ من الجهد، ان انت تتعب، ان انت تبذل. طيب شرعا، شرعا الجهاد شرعا الجهاد شرعا معناه واسع. جهاد شرعا معنى واسع. ايه المعنى المقصود في الشرع لما اقرأ الكتاب والسنة في لفظة الجهاد؟ اول معنى يتبادر لذهنك مباشرة، الجهاد اي القتال. خد المعنى ده. ها، انا بقرأ في كتاب الله تجاهدون في سبيل الله، ايه اللي يجي في نفسي اول ما اقرأ العبارة دي؟ هو ده معنى كلمة ايه؟ الجهاد شرعا. يعني انا بقرأ دي اللي يجي بقلبي على طول، الجهاد اي الايه؟ اي القتال. ده المعنى الاول. بل انت ممكن تكتب جنبها كلمة صغيرة كده، اذا اطلق الجهاد كان المراد القتال. هشرحها والله دلوقتي. اذا اطلق الجهاد كان المراد القتال. يعني انا بقول لك تعال نجاهد في سبيل الله واطلقت، دي معناه ايه؟ القتال. انا بقرا في كتاب الله تجاهدون، دي معناها ايه؟ تقاتلون. ها، دي معنى العباره. طب هو الجهاد يقصد به القتال فقط؟ لا، معنى الجهاد أوسع من القتال. الجهاد هيقصد به جهاد النفس والشيطان والهوى والدنيا والمنافقين، ده المعنى الإيه؟ المعنى الواسع من معنى الجهاد. فإذا أطلق الجهاد كان المراد القتال. طب وإذا أنا عاوز أعبر عن معنى من معاني الجهاد، العلماء يقول لك لابد تذكره مقيد. يعني إيه الكلام ده؟ بص، يعني إيه مقيد؟ هيجي لي واحد يقول لي سادة أنا كنت قاعد النهاردة مع أحد المجاهدين العظام، حاجة جامدة جدا جدا. أقول له يا راجل إحنا قاعدين في مصر، أنت كنت قاعد مع أحد المجاهدين إزاي؟ هو أنا إيه اللي إجا في ذهني لما قال لي أنا كنت قاعد مع أحد المجاهدين؟ المقاتلين، خلاص كده؟ لا، قال لي ده أنا أقصد الشيخ فلان الفلاني اللي بخطب خطبة جمعة الناس كلها بتفرح بيه أو بيبقى خطبته قوية. اقول له ده انت تقصد جهاد اللسان؟ يقول لي اه اقصد جهاد اللسان. ايوه، لا حضرتك المفروض تقول جهاد الايه بقى؟ اللسان. ها، جهاد القلم، جهاد الصحيفه، ها، جهاد الدعوه الى الله، جهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى انا مضطر احط جنب كلمه الجهاد كلمه ايه؟ اخرى، علشان ادي بقيه معاني الجهاد. يبقى انت تطلع من الكلام اللي انا قلته ده بايه؟ اذا اطلق الجهاد كان المراد الايه؟ القتال. وأي معنى من معاني الجهاد الأخرى لابد أن تذكر إيه؟ مقيدة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم، ها كمل الآية كده، به. الضمير يعود على ماذا؟ هو كانش لسه الجهاد شرع، الجهاد لم يشرع بعد، الجهاد ده نزل، الآية دي مكية نزل في الأول في سورة الفرقان، الجهاد ده شرع في المدينة. إمال إيه معنى وجاهدهم به؟ أي وجاهدهم بالإيه؟ بالقرآن. يبقى ربنا سمى الجهاد بالقرآن، سماه جهاد ولا ما سموهوش جهاد؟ سماه جهاد. مطلق ولا مقيد؟ مقيد. القيد اللي عندنا اللي هو ايه؟ الباء. ها، وجاهدهم ايه؟ فانا بقول اه جهاد باللسان، جهاد بالقرآن، جهاد بالدعوة الى الله، جهاد بالصحيفة، جهاد بالقناة الى اخره. فيجوز ان انت تطلق اي معنى من معاني الجهاد المرادة بس يكون مقيد. اما اذا اطلقت المعنى كده وسكت لا يكون المفهوم الا الايه؟ ولذلك الناس يجي يقول لك يا اخي انت ازاي ما خرجتش للجهاد في سبيل الله النهارده؟ اقول له فين الجهاد في سبيل الله؟ يقول لي ما المظاهره كانت ماشيه في الشارع. ها؟ اقول له ايوه، احنا ممكن نسمي المظاهره دي جهاد، بس جهاد ايه؟ جهاد ايه؟ لسان، صح كده؟ جهاد لسان، ما تقولهاش جهاد كده وخلاص. انت قاعد تطول في النقطه دي ليه؟ لان انا اسمع بعض الجهاديين وبعض الاخوه المتحمسين يقول لك مشايخ الدعوه السلفيه مش وراهم غير الطعن، الطعن في المجاهدين.
يقول لك مشايخ الدعوة السلفية مش وراهم إلا الطعن. فين؟ أنا لما سمعت الكلمة دي اللي إجا في ذهني مباشرة إن مشايخ الدعوة السلفية بيطعنوا على الإخوة في الشيشان، صح كده؟ تفهم؟ بيطعنوا على الإخوة في أفغانستان، تتفهم كده؟ لا، ده أنا بكتشف إن هو حضرته بيتكلم عن أشخاص موجودين معانا هنا في اسكندرية بيدعوا إن هم حاملين فكر الجهاد، اللي هو عاوز يفجر أي حاجة موجودة حواليه، مبنى كذا أو كنيسة كذا أو هيدخل مع الحكومة في مشكلة. هقول لا، من فضلك دول عندي مش اسمهم مجاهدين. ها؟ يعني أنت بتقول إن هم أنا بقول كده. المجاهدين اللي أنت حضرتك بتتكلم عنهم هم من هم؟ الناس اللي حاملة السلاح وبتجاهد أعداء الله. أمال دول إيه؟ ده توصيفه الشرعي عندي حتى لو كلامه صح. يعني حتى لو موقفه صح. هقول لك ده اسمه في الشرع خروج على الحكام. مش هقول لك صح ولا غلط دلوقتي، ما بناقشهاش دي، خلي بالك. مش معنى إن هو خارج على الحاكم، ها؟ إن أنا بقول هو صح ولا غلط دلوقتي. بس توصيفه في كتب الفقه، البحث اللي أنا بذكره في كتب الفقه بالنسبة لي، إن ده مجاهد، توصيف ده اسمه جهاد ولا اسمه خروج على الحكام؟ لا، اسمه خروج على الحكام. أنا عارف إن الكلام الإخوة مش مستسغاه أو مش مستوعباه أوي. المعنى اللي أنا عاوز أوصله لك، إذا أطلق الجهاد كان المراد هو الإيه؟ القتال. وإياك ثم إياك تطلق الجهاد وتقصد بمعنى آخر، تريد معنى آخر من معاني الجهاد، يبقى حدد المعنى اللي انت بتتكلم عنه. جهاد اللسان، جهاد القلم، جهاد الصحيف. احنا بنحاول نثبت الامور، ها، علشان ما حدش يستغل الالفاظ الشرعيه اللي وردت في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام في معاني اخرى. تعرف الموضوع ده بفكرني بايه؟ الاخوه بتوع التبليغ بيجيب ايات الخروج في سبيل الله كلها وبيحطها على ايه؟ على ايه؟ على الخروج في الجهاد ولا في الدعوه الى الله؟ على فكرة هي الدعوة إلى الله من سبيل الله ولا مش من سبيل الله؟ من سبيل الله. أمال الخطأ اللي حصل فين؟ الخطأ اللي حصل إن أنت استعملت اللفظة الشرعية اللي مقصود منها معنى معين وحطيته على إيه؟ على معنى آخر. قل لي تعالى نخرج في سبيل الله للدعوة، لكن الآية اللي جاية دي الخروج في سبيل الله للإيه؟ أقول لك ولو أرادوا الخروج لإيه؟ أيوة، ده مش للدعوة. ممكن تبقى الآية عامة مفيش مشكلة، بس المقصود هنا هو في الآية ده إيه؟ ولو أرادوا الخروج، يعني الخروج للإيه؟ للقتال، للقتال ضد أعداء الله الكفار. وصلت المعنى؟ فالمصطلحات الشرعية يا جماعة لابد إن احنا نتقيد بها، لابد إن احنا نلتزم بها. ما أطلقه الله نطلقه، وما قيد يذكر مقيدا حتى لا تختلط المفاهيم عندنا. ده معنى الجهاد لغة وشرعا. هو أتى بأحاديث كثيرة في البحث، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر. الحديث ده هنشرحه بالتفصيل، لأن هو الحديث الرئيسي في استدلالات الإيه؟ الواقع. هنا في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد اللسان، سماه إيه؟ جهادا. يبقى ده المعنى الأول، ان احنا بنسمي غير القتال جهاد. ها؟ انتوا عارفين احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الاخوه الجهاديين اللي شايلين السلاح وبيجاهدوا اعداء الله يقول لك انتوا سايبين الجهاد ليه؟ اقول له لا، انا مش سايب الجهاد، انا بجاهد في سبيل الله بس بايه؟ ها؟ بصوره اخرى. ها؟ هو حصر مفهوم الجهاد في الايه؟ في القتال. اقول له لا، هو الجهاد مش محصور، اذا اطلقته يبقى محصور، لكن الجهاد لا، انا بجاهد في سبيل الله بمعنى اخر شرعه الله وشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ودأب عليه الصحابة، وسنعرف ذلك بالتفصيل. ففي هذا الحديث سمى النبي عليه السلام جهاد اللسان جهادا، لكن تبين من السياق أن المقصود هو جهاد اللسان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، والضمير يعود على القرآن، فسمى الله سبحانه وتعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، والسياق يوضح أنه القرآن. بيقول ومن هنا يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار، وقد يراد به مقاومة الشر والسعي في إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة، فليس محصورا في القتال. يبقى الجهاد محصور في القتال ولا مش محصور؟ متى يحصر الجهاد في القتال؟ عند الإطلاق. وصلت المعنى؟ الجهاد ليس محصورا في القتال، لكن متى يحصر في القتال؟ عند الإيه؟ عند الإطلاق. خلاص كده؟ طيب، مراتب الجهاد.
في الحقيقة بحث مراتب الجهاد أمر في غاية الأهمية، يجب أن أنتم تتنبهوا له تنبها جيدا. الكلام المنقول أمامكم هو لابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد، فذكر رحمه الله أن الجهاد أربع مراتب، ثم يقسم هذه المراتب. دعونا نكتب المراتب الكبيرة وبعد كده نأخذ التفاصيل. أول حاجة جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار والمنافقين، ثم جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. هيأخذ بقى هو جهاد النفس يذكر له مراتب، وجهاد الشيطان مراتب، وجهاد الكفار والمنافقين مراتب، ثم جهاد البدع أهل أرباب الظلم والبدع والأهواء مراتب. وهيصل هو بعد ذكر المراتب دي في آخر الكلام عندك بيقول: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. تعرفت ابن القيم عاوز يقول لك ايه؟ لا لا حس تاني، ركز تاني معلش. هو ذكر جهاد النفس وجهاد الشيطان والكفار والمنافقين وأرباب الظلم والبدع والأهواء، وذكر تحت كل مرتبة من هذه المراتب مراتب أخرى، وطلعت القسم عنده في النهاية ان هم كم مرتبة؟ ما تفرقش معانا كتير على فكرة، 13 14 15 11 4 5، مش ده المقصود. المقصود الكلمة الأخيرة اللي هو قالها دي، بيقول: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كأنه عاوز يقول لك ان كل المراتب ديت بيتقال عليها ايه؟ جهاد. خلاص كده؟ ده المعنى اللي هو عاوز يصل اليه. طيب تعالوا نشوف جهاد النفس اللي ابن القيم ذكره رحمه الله. ذكر ان جهاد النفس على اربع مراتب او اربع درجات. انا ايضا بحاول اختصر، اكتبها عندك: العلم والعمل والدعوة والصبر. عارفين سورة العصر؟ هو ابن القيم جايبها منها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، اكتب بقى عندك: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان لا يتأتى إلا من العلم. فالمطلوب في الإنسان أن يسلك هذا المسلك. لما بنيجي نتكلم عن سمات الشخصية المسلمة تقول لي ما هي سمات الشخصية المسلمة؟ أقول لك: العلم والعمل والدعوة. دي ثلاث خطوط متوازية لازم حضرتك تبقى ماشي فيها، تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى وتعمل به وتدعو، ومطلوب منك الصبر على هذه الثلاثة، لأنه أمر ليس هين أن أنت تتعلم وتعمل وإيه وتدعو. واللي تتحقق فيه هذه الصفات هو ده الإنسان اللي بينجو من الخسران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الخسران في الدنيا والآخرة. يقول: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. صحيح والله، طلب العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وطبعا العلم الفريضة اللي هو علم الإيمان والإسلام والإحسان، اللي هي العلوم الفرض العين. فابن القيم بيقول أول درجة من درجات جهاد الجهاد في سبيل الله إن أنت تجاهد نفسك على أن تتعلم العلم. أبشر، يعني أنت الآن فين؟ ها؟ أنت الآن إيه؟ يقول لك: ما تيجي تخرج معانا للجهاد في سبيل الله. ها؟ تيجي تخرج معانا للجهاد اللي هي المظاهرة. قل له: ما أنا بجاهد في سبيل الله. أنا بجاهد في سبيل الله، بجلس أتعلم العلم، وهذا إيه؟ جهاد. وإذا كان الجهاد بتاعك مطلوب، أيضا الجهاد بتاعي إيه؟ مطلوب. خلاص كده؟ بس يبقى النظر، بس الفرق امتى هنستخدم ده؟ هي دي المشكله اللي موجوده عند الجميع. يعني هو الناس مش مختلف ان ده جهاد وده ايه؟ جهاد. بس هو المشكله اللي الناس ماشيه فيها: عاوز تمشي في الجهاد ده؟ ما تمشيش في الجهاد ده. عاوز تمشي في الجهاد ده؟ ما تمشيش في الجهاد ده. احنا بنقول لا، ده جهاد باللسان، ده جهاد النفس، وده جهاد باللسان. يجب ان انا استخدم ده في موضوعه، واستخدم ايضا ده في ايه؟ في موضوعه.
فهذه المرتبة الأولى من مراتب الجهاد، جهاد النفس على أن تتعلم. طب المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. طبعا الإنسان عشان يتكلم في باب زي ده لابد يكون إنسان صالح، ونسأل الله أن يعفو عنا. العمل بالعلم هي القضية اللي الصحوة أغلبها وقع فيها النهاردة. كتير مننا عارف حاجات كتير، ها؟ في كلمة خطيرة وردت في بعض الأحاديث الإنسان يحتاج أن يديرها في قلبه، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله. آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أمر مرعب جدا. القرآن اللي أنت بتحفظه ده يا إما يكون حجة لك لو أنت عملت به، أو يكون حجة إيه عليك لو أنت إيه ابتعدت عنه. فأمر العمل بالعلم دي القضية اللي احنا المفترض تكون حياتنا بعد العلم، لأن كما ذكر كثير من الناس يعرف أشياء كثيرة لكن أين العمل؟ وده تاني مرتبة من مراتب الجهاد، إن الإنسان يصبر نفسه على طاعة الله ويجاهد أن يطبق ما تعلمه. القضية دي كانت قضية في حياة الصحابة. نفسي أقول الكلام ده لإخواني، يا جماعة الصحابة أيام زمان كان السيستم اللي هم متربيين عليه، البرنامج اللي هو اتصمم عليه على ايد النبي عليه السلام، ان الآية او الحديث تدخل عشان يطبق. احنا السيستم اللي احنا عايشين عليه النهاردة، البرنامج بتاعنا، ان الآية والحديث تيجي علشان ايه؟ عشان تعرفها وتقولها مثلا، تناظر بيها الجزء بتاع ان انت تطبقها على نفسك. يعني تحس الصحابة لما كان بيجي يسأل او يتعلم او يسمع الحاجة كان غرضه الرئيسي كله ان هو ايه يعمل. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ويذكر الحديث الطويل ان امتي رفع علي سواد عظيم فاذا فيهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، وام الى الحديث وام داخل بيته، كان وضع الصحابه ايه؟ يقول الراوي: فخاض الناس في اولئك. ها الصحابه لما سمعوا ان في 70,000 من الامه يدخلوا من غير حساب ولا عذاب بداوا يقولوا ايه؟ ما مين دول؟ أوصفهم. فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: لعلهم الذين لم يشركوا قط، وقال بعضهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الغرض المقصود عندي من الحديث هو خوض الصحابة في أولئك. لماذا؟ على أمل أن كل واحد منهم يكون إيه؟ من هؤلاء. ولذلك حتى عكاشة لما سمع الأوصاف قال: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال فواحد تاني أم قايم قال له إيه؟ أدعو. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يدعو له بهذا الأمر، أو هو ليس أهلا لذلك، فجاب إجابة جميلة، مخرج طيب لطيف على النفس. قال إيه؟ هو فيش مانع، مع عكاشة ممكن يسبق وبرضه أنا أبقى إيه، بس ده مخرج. فالغرض المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الدجال وقال لهم ده هيلف في الأرض فاربعين سنة، فاربعين يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي، الصحابة يقولوا إيه؟ أول حاجة سألوا عنها إيه؟ قالوا: وكيف الصلاة يا رسول الله؟ اليوم اللي هو بسنة وبشهر وأسبوع ده، إيه اللي لفت الصحابة في الموضوع ده كله؟ إيه اللي لفت نظرهم؟ أمر الإيه؟ أمر الصلاة، العمل. هنصلي إزاي؟ ما هو يوم بسنة، اليوم بسنة ده الشمس تطلع تغرب، هنعمل ايه يعني في اليوم ده؟ فانا عاوز اقول لك هنا ان دي حياة الصحابة كانت كده. سيدنا ابو هريرة يقول: اوصاني خليلي بايه؟ بثلاث وصايا احنا عارفينها، لكن الغرض منها كلمة ابو هريرة: والله لا ادعهن حتى اموت. ما انا وانت عارفين الوصايا دي صح ولا لا؟ الصيام والى اخره. لكن شوف ابو هريرة بيقول ايه؟ والله لا ادعهن حتى، وهو ده المطلوب مننا دلوقتي، وهذا جهاد، باب جهاد عظيم جدا. المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد للنفس أن يجاهدها على الدعوة إلى الله وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. جهاد عظيم جدا، جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جهاد القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرة.
دعوة يا أخوانا. يا إحنا والله الذي لا إله إلا هو العدد اللي قدامنا ده لو طلع اشتغل في الدعوة في اسكندرية، بلاش في اسكندرية، في المنطقة اللي إحنا فيها دي، إيه اللي يحصل في البلد؟ للأسف إحنا صرنا مشغولين بالفيسبوك وبالفضائيات وبالأخبار ومفيش طلب العلم والعمل والدعوة، بعيد عنك. ليه كده يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو انت حافظ كم آية. في واحد في المسجد ده من اللي قاعدين دول، حتى الطفل الصغير ده، شوف احنا حافظين كم آية، كم آية. الصحابة الكرام يا جماعة، سيدنا مصعب بن عمير ده كان شاب عنده 20 سنة، 20 سنة ما كانش يعرف من الإسلام اللي احنا نعرفه النهاردة. شاب واحد استطاع بعد فضل الله سبحانه وتعالى وببركة الدعوة إلى الله والجهد في الدعوة أن يؤسس للإسلام دولة، صح؟ هي المدينة اللي هي أساس دولة الإسلام، كلها دخلت الإسلام على إيد مين؟ ها؟ ده حقيقي. 6 إجوا أسلموا في السنة 11، 6 دول بقوا 12 في سنة 12، ده البيعة الأولى والثانية. لما أسلموا في سنة 12 وكانوا 12، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما تبعت معنا واحد يعلمنا الإسلام، فاختار مصعب بن عمير راح معاهم. إجوا في سنة 13 كم واحد؟ 73، 71 رجل وامرأتان. الواحد وسبعين دول مش هم المسلمين بس، ده دول إيه؟ دول نقباء القوم، يعني المدينة كلها جت. تصور إن مكة تفتح بعشرة آلاف مقاتل، طب والمدينة فتحت بمين؟ بمين؟ شاب واحد. مصعب بن عمير يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ذاك الذي اهتز لموته عرش الرحمن، يأتي في ميزان مصعب، يأتي في ميزان أسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة لسماع قراءته بالقرآن، يأتي في ميزان حسناته أنس بن النضر وسعد بن الربيع، سادات الأنصار السابقون الأولون، كلهم في ميزان مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا أيها الإخوة الكرام مات وعنده 24 سنة. كم سنة؟ 24 سنة، حامل الراية وما أحد. هؤلاء يأتوا في ميزان حسناته، من هو وماذا كان يعرف؟ أبو بكر الصديق 6 من العشرة المبشرين بالجنة دخلوا الإسلام في أول يوم من إسلامه، كان لا يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول يوم بس أسلم، انطلق كده وانتقل 6 من العشرة. قضية الدعوة كانت عند الصحابة قضية حياة، بخلاف إحنا اليوم تجد عندك أشياء كثيرة جدا ولا تفعلها ولا. يا أخي سيدنا أسيد بن حضير لما أسلم على إيد مصعب، بالله عليك لا تعيش اللقطة دي، الراجل لسه مسلم اللحظة ده، ومصعب بقى بتحرك في المدينة، ده أسلم وده أسلم. فسعد بن معاذ وأسيد بن حضير متضايقين، إزاي الراجل ده يجي يعمل كده في المدينة وإحنا موجودين؟ فبعت أسيد بن حضير عشان ينهاه، فقال له يا أخ العرب لما تغشانا في مجالسنا، ألا تفارقنا؟ فمصعب بن عمير بقى الحمية ما خدتوش زي ما بياخد بعضنا كده لما يأمر معروف عن منكر، قال ألا تجلس فتسمع إن عجبك حديثي كان به وإلا فلا، ما تقعد تسمع الكلام اللي أقوله لك، عجبك ماشي ما كانش هقول. قال أنصفت يا أخ العرب؟ جلس أسيد بن حضير وظل مصعب بن عمير يتكلم معه في الإسلام حتى تهلل وجه أسيد وقال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ مجرد أنه يتكلم معاه قال له ما فيش لا تدق صليب ولا تغطسوك في مية ولا الكلام ده خالص، انت بس تتوضى وتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى إيه؟ خلص. فأسلم أسيد، شوف اللقطة دي، شوف اللقطة دي. أسيد بن حضير اللي ساعة ما أسلم، أول ما أسلم لسه بقاله في الإسلام دقيقة واحدة، قال لمصعب بن عمير يا هذا إن بالمدينة رجلا لو أسلم أسلم أهل المدينة كلهم. ده مسلم بقاله قد إيه يا جماعة؟ يعني هو لسه مسلم دلوقتي، أول حاجة فكر فيها لإيه؟ دعوة مين؟ أي حد كده؟ ولا فكر في مين؟ في سعد بن معاذ. قال إن بالمدينة رجلا لو أسلم أسلم أهل المدينة فاصدق الله فيه. غريبة جدا، تقرأ الأثر مصعب أصلا لم يتكلم مع أسيد في الصدق، يعني هو لسه مسلم حالا، وقال لمصعب أنت عندك العلم وتعرف تتكلم أكتر مني، في واحد هنا أنا هنقه لك ده أهم واحد. طب نصح مصعب ومشي؟ لا، رجع كده وشه متغير كده. فسعد بن معاذ لما شافه قال والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ قال أمرته فلم يأتمر ونهيته فلم ينتهي.
هو عمل كده ولا ما عملش؟ هو عمل فعلا، لم يأتمر في الحقيقة، بس ده ليه؟ لأنه أسلم. طب هو أسيد بيعمل كده ليه؟ عاوز يستفز سعد بن معاذ، إن إزاي واحد في المدينة موجود إحنا نقول له امشي، ما إيه؟ يعني بيسير حافظته إنه يروح لمين؟ يعني بيساعد في إسلام سعد ولا بيساعدش؟ دي ناس لسه مسلمة اللحظة دي. ساب سعد جه وعمل نفس موقف أسيد وعمر ومصعب، جاب آخره معاه بقى، ده الراس الكبيرة في البلد، واجتهد معاه لحد ما سعد قال ماذا يريد أن يصنع من يدخل في هذا الدين؟ توضأ واغتسل فأسلم. رجع سعد بن معاذ لسه مسلم اللحظة دي، قال لقومه ما أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أفضلنا وابن أفضلنا. قال إن رجالكم ونساءكم وأموالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده مسلم بقاله قد ايه يا جماعة؟ سعد بن معاذ ده ايه القضية؟ ما احنا عاوزين نفهم بقى لماذا هؤلاء الصحابة كانت قضية الدعوة لا قضية محورية هكذا. ده اللي احنا عاوزين نطلبه من اخواننا النهاردة، عددنا كبير جدا، لكن مين فينا بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ مين فينا بيجيب طلائع وشباب يعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى؟ مين النهاردة بيجلس ويجتهد ويصعد منبر ويقول درس؟ مين النهاردة اللي بينزل السوق والشارع والميكروباص وهنا ويكلم ده ويكلم ده وينصح ده وينصح ده؟ والله لن يتغير الواقع إلا بهذه الصورة. انتوا شفتوا الرئاسة وخدناها، ومجلس الشعب والشورى والتأسيسية والدستور، خدنا كل حاجة في البلد صح؟ وفي الآخر كله راح مرة واحدة. الناس اللي كانوا مدينك 77% من سنة واحدة بس، ها؟ ليه؟ أقول لك حاجة؟ لأن الناس دي في الحقيقة متغيرة من جوه ولا مش متغيرة؟ مقابل أزمة غاز كهرباء أداء سيء منك كله إيه؟ ما هو أنت الناس دي لو متغيرة تغيير حق. ما أنا عاوز أقول لإخوة منهج التغيير الحقيقي، أصل بعض الناس تصور إن منهج التغيير ده اللي هو البرلمان والشورى، يا جماعة دي وسائل من وسائل الدعوة. أقول تاني؟ البرلمان والسياسة والكلام ده كل ده كده فرع في بحر اسمه الدعوة إلى الله، هناخد منه قناة اسمها الإيه؟ السياسة. جابت نتيجة؟ جابت. اتسدت لسه البحر إيه؟ أصل الإخوة اتصدمت ليه؟ ما هو اللي اتصدم ده مش فاهم منهج التغيير أصلا. منهج التغيير بتاعنا أصلا قائم على إيه؟ قائم على الدعوة إلى الله وتعبيد الناس لرب الناس. طب والسياسة؟ وسيلة، وممكن أخد بها النهاردة قبل الثورة ولا ما أخدش بيها، ممكن أخد بها بعد الثورة، ممكن كمان يومين ثلاثة ولا كمان شهر نجد إن الأجواء مش مظبوطة نقوم عاملين إيه؟ أه؟ والله الوسيلة دي مش جايبة إيه؟ مش جايبة همها. إحنا سيبنا الدعوة؟ لأ. فأنت لازم تفهم الكلام ده. فالمرتبة الثالثة اللي ابن القيم ذكرها هنا هو الجهاد، جهاد النفس على الدعوة إلى الله. طبعا الإنسان اللي يلتزم بالعلم والعمل والدعوة إلى الله سيجد عناء. الدنيا مش مفروشة بالورود، مش هتجد الناس في الشارع، إحنا قاعدين في المسجد هنا بس أضعاف 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 ما قاعدين على القهوة برة، صح ولا لأ؟ ولا إيه؟ انت احنا قاعدين هنا 100 200 300 400، لو جيت تعد القهاوي في شارع 45 اكتر مننا ولا عددهم زينا؟ ده في شارع واحد خلاص كده. فانت قاعد هنا صحيح، بس الناس حاجه تانية، الناس بره حاجه تانية خالص، ومطلوب مننا بدل بقى حاجه غريبه جدا. انا مضطر اقول لكم الكلام ده، الناس لما اختاروا الاسلاميين كان شعب متدين بفطرته صح؟ طب والشعب لما ساب الاسلاميين ها منصه رابعه وغيره كانوا بيقولوا عليه ايه؟ شعب جاهل، ده شعب ما بيفهمش. طب ما هو ده كلام العلمانيين والليبراليين، مش هم دول اللي كانوا بيقولوا الكلام ده؟ طب يا عم شعب جاهل ما بيفهمش، لو تجاوزنا يعني وظيفتك انت تقعد تقول له انت جاهل ما بتفهمش ولا تقعد تعلمه؟ تعلمه. فالامر يحتاج لصبر، ولذلك فعلا اكتب الكلمه الجميله دي بقى، اكتب الكلمه دي، تلخيص الاربع مراتب دول، تلخيص الاربع مراتب دول. قال الشافعي رحمه الله: لو لم تنزل إلا صورة العصر على الناس لكفتهم. كلمة عميقة، اكتبها كده وعيش معاها. لو لم تنزل إلا صورة العصر على الناس لإيه؟ لكفتهم. صحيح ولا مش صحيح يا جماعة؟ صحيح. انت عاوز حاجة أكتر من كده؟ كل المعاني اللي انت عاوزها موجودة فين؟ في الدعوة، في صورة العصر. جهاد الشيطان على مرتبتين: دفع الشبهات ودفع الشهوات. جهاد الكفار طبعا جهاد الشيطان دفع الشبهات ودفع الشهوات كما نعلم جميعا، واحنا في جزء من هذا الجهاد الان اللي هو دفع الشبهات، ويجب على الانسان ان هو يعلم ان الشيطان عدوه.
يقول: ثم جهاد الكفار والمنافقين على 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. ثم جهاد الكفار والمنافقين كم مرتبة؟ يعني جهاد النفس 4، وجهاد الشيطان 2: دفع الشبهات ودفع الشهوات. طب جهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب: بالقلب وباللسان وبالمال وبالنفس. دفع الكفار بالقلب ازاي؟ ازاي دفع الكفار بالقلب؟ مين يقول؟ اتفضل. الاعتقاد، بغضهم، ها؟ ان انا احب جميل جميل، حب الهداية لهم كويس، ده جهاد الكفار بالقلب، وهو معناه في الاعتقاد بغض الكافر. دي اقل درجة من الدرجات، انت لازم أن تبغض الكافر. وباللسان بالدعوة الى الله، وبالمال ان انا الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فيجب علينا ايضا احنا ننفق اموالنا لندعو الى الله. وبالنفس اللي هو ان انت بقى تحمل ايه؟ تحمل سلاحك وتأخذ جوارحك وتقاتل هؤلاء. المهم هنا الكلمة اللي ابن القيم قالها دي: وجهاد المنافقين اخص باللسان وجهاد الكفار اخص باليد. انا ممكن اصيغ العبارة دي بطريقة اخرى واقول: وجهاد المنافقين مخصوص باللسان وجهاد الكفار مخصوص باليد. ايه رأيكم في التعبير ده؟ دقيق ولا مش دقيق؟ لا مش دقيق. انا لما اقول جهاد المنافقين مخصوص باللسان، يبقى المنافقين لا يجاهدون الا بالايه؟ لا، بس انا ممكن اقتل بعض المنافقين اللي اظهروا انفاقهم ولا لا؟ ممكن. ولذلك ابن القيم قال مخصوص ولا اخص؟ يعني اكتر. جهاد المنافقين بيكون ايه؟ اكتر بالايه؟ باللسان. طب وجهاد الكفار بيكون اكتر بالايه؟ لكن ده يمنع ان انا جاهد الكفار بالايه؟ باللسان؟ لا، كلاهما يجاهد بالايه؟ باللسان وباليد، بس جهاد الكفار بيغلب عليه الايه؟ اليد، مفيش مانع من اللسان. وجهاد المنافقين الاغلب عليه الايه؟ مفيش مانع بالايه؟ بس للدوله، للحاكم. ولذلك النهارده لما احنا بنفند شبه المنافقين اللي بيبتعدوا عن شرع ربنا وبيضللوا العباد، لما احنا العلماء يجتهدوا والدعوه تجتهد في تفنيد شبههم والرد عليهم وتبيين باطلهم، ده من اعظم الجهاد ام لا؟ من اعظم الجهاد. جهاد المنافقين اخص باللسان وقد يكون باليد، وجهاد الكفار اخص باليد وقد يكون بالايه؟ باللسان. قال: ارباب الظلم والبدع والمنكرات باليد اذا قدر، فان عجز انتقل الى اللسان وان عجز انتقل الى القلب. زي ما احنا بنعمل النهارده، ان انا اجد انسان مبتدع او ظالم او فاسق، اذا انا اقدر امنعه بايدي، كان يكون ابني او زوجتي، او له لي عليه سلطان، اذا عجزنا، من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع. يقول لك: هو حزب النور والدعوه دي مش وراها غير البيانات؟ كل موضوع يطلعه يقول لك ايه؟ بيان، ندين ونشجب ونستنكر. انت ما هو مش ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ انتوا قلتوا هتغيروا بايدكم وما عرفتوش. قلنا لكم يا جماعه المنطقه منطقه تغيير بالايه؟ باللسان. ها؟ هي البيانات اللي حضرتك بتطلع دي وان انا انكر الباطل ده، ما دي الدرجه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فان لم يستطع فبايه؟ فبلسانه. وفي درجه اقل من كده احنا ما بنعملهاش لسه، يعني الحمد لله احنا تجاوزناها. ها؟ ان احنا ننكر بايه؟ لو انا مش قادر بلساني انكر بايه؟ لا، ده هو بقى لا بيعتبرنا بننكر بايدنا ولا بلساننا ولا حتى بقلبنا. انت عارف يعني تنكر بقلبك حضرتك؟ ما معنى الانكار بالقلب؟ مين يقول؟ كراهية المنكر. ها؟ تكرهه فقط، مش هتعبر. يعني تتعبر بلسانك تقول ده منكر. في اعلى من كده ان انت تعمل ايه؟ تمنع. فهما بقى لا اعتبرونا انكرنا باليد ولا باللسان ولا حتى بالايه؟ بيخشوا جوه قلبنا ويقول لك ده ايه؟ ده منافق، ده خاين، ده عميل. يا عم ده انا لو كرهت الدم، لو انا كرهته بس، مجرد ان انا كرهت قتلك انا كده انكرت بايه؟ بقلبي. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كده؟ فمن كره فقد ايه؟ برئ، ومن انكر فقد ايه؟ سلم. ده انا بقى ده انا مش بنكر بقلبي، لا ده انا انكرت بقلبي وانكرت بايه؟ بلساني، صح ولا لا؟ بس انا شايف ان انا ما اقدرش انكر بايه؟ وانت شفت تقدر تنكر بايدك، المفسده جت. فلم يعد لنا الا الانكار بالايه؟ باللسان. وبعدين انتوا بقالكم 80 سنه، ما انتوا زعلانين من البيانات والحاجات دي؟
بقالكم 80 سنة بتنكروا بإيدكم ولا بلسانكم؟ ها؟ ما هي كانت بيانات برضو. ها؟ فدي مرتبة مشروعة، بل ده هي أعلى درجات الإيمان. إلا أنت لازم تفهم الحديث. الحديث معناه إيه؟ أعلى درجات الإيمان لو أنا أقدر بقلبي وبلساني وبإيدي أعملها. طب الدرجة الأقل إن أنا أقدر بإيدي وبلساني وبقلبي، بس عملت بقلبي ولساني، سبت بإيدي، يبقى دي درجة إيه؟ أقل. أقدر بإيدي ولساني وقلبي بس أنكرت بإيه؟ ده أضعف الإيمان. لكن افرض أنا ما أقدرش بقلبي بإيدي، يبقى أعلى درجات الإيمان هو الإنكار بالإيه؟ بالقلب وبالإيه؟ اوعى تفكر لما أنا ما بنكرش بإيدي عشان مانيش قادر إن أنا كده نقص في الإيمان. لا لا، إذا كان لا نمكن أن ننكر بأيدينا، فأعلى درجات الإيمان حينها أن تنكر بإيه؟ بلسانك. ها؟ وصلت المعنى ولا ما وصلش؟ عشان ما حدش يفكر إن دي نقص في درجات الإيمان. لا، ده مش نقص في درجات الإيمان. أنا لا أستطيع أن أنكر بيدي، وأرى إن الإنكار باليد سيترتب على إنكار المنكر ماذا يحصل؟ منكرا أعظم منه. وده هنتناوله في الأمر المعروف إن شاء الله، أو يعني في شروح، وموجود له باب هنا. فهو بيقول هنا: أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من الزاد باختصار، ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله.